حلقات بلا حدود مع أمين العبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع أولى ساعات النهار يوميا بلتقيكم أنا أمين العبد الله من خلال برنامجكم اللي بنشحن فيه طاقاتكم الإيجابية يوميا بهذا التوقيت من الساعة 12 إلى الساعة 1 ظهرا من خلال برنامج طاقات بلا حدود. يوميا أصدقائنا ومستمعينا الكرام بيكون معانا موضوع جديد، موضوع مميز، وأيضا بيطلون عليكم من خلال هذا البرنامج ضيوف أيضا مميزين، أكيد بنستفيد من خبراتهم، بنستفيد أيضا من تجاربهم. اليوم موضوعنا مستمعينا الكرام اللي راح أطرحه أحد المواضيع المهمة جدا بالبلد، فعشان كذا راح أقول لكم من البداية دايركت أرقام التواصل اللي حابين أكيد يتواصلون معايا عبر الاسمس مشتركي الاستيسي، كلكم راح تكونون على 847700، موبايلي 640660، وأيضا زين راح تكونون على 746262. أما اللي حابين يتواصلون معانا بشكل مباشر كل عليكم أنكم تتواصلون معانا، تطرحون أسئلتكم واستفساراتكم على ضيفنا لليوم على 012-61-61-100. أيضا لا تنسون مشاركاتكم وتفاعلكم وأيضا اقتراحاتكم، كلها أكيد رح ناخذها عبر صفحتنا بتويتر على الأكاونتات الموجودة. اليوم مستمعينا الكرام رح يكون موضوعنا عن الخروج من مأزق البطالة والوظائف المتدنية. اليوم موضوعنا عن الخروج من مأزق البطالة والوظائف المتدنية، وحول هذا الموضوع رح يكون ضيفي عبر الهاتف من المنطقة الشرقية المهندس برجس البرجس، الكاتب الاقتصادي بصحيفة الجزيرة. مساك الله بالخير يا باش مهندس، وحياك الله معاي بطاقات بلا حدود. مساء الخير عليك وعلى السادة المستمعين. اليوم حنتكلم يمكن عن موضوع شوي حساس أو موضوع يمكن بلامس الجميع يا باش مهندس، لكن خليني أبدأ أول سؤال معاك لي اليوم بمقالة بأحد مقالاتك اللي حضرتك كتبتها. قلت في أحد المقالات بأن المملكة بتعتمد على استيراد السلع المصنوعة والخدمات من الخارج بشكل كبير جدا، وهذه الواردات هي فرص وظيفية ضائعة على أبناء وبنات الوطن، وبنفس الوقت هي بتعتبر خلق فرص وظيفية للدول الأخرى أو للطرف الآخر. خلينا نقول ممكن توضح لنا هذه النقطة من مقالة حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية مساء عليك بالخير وحييك وحيي السادة والسيدات المستمعين. بلا شك الواردات هي يعني أعمال يقوم بها ويصنعها أشخاص في دول أخرى تخلق وظائف لهم. الدول الأخرى هذه تميزت في هذه الصناعات، تفوقت الكثير منها، بدأ منذ زمن طويل. نحن مع الأسف الشديد نستورد هذه البضائع والسلع، ربما كانت جيدة في وقت مضى، ولكن آن الأوان لأن نغتنم تلك الفرص ونغتنم تلك الأعمال لنبنيها بالداخل لنطور منها الاقتصاد ونستطيع منافسة الدول المتقدمة، ومن أهمها بكل تأكيد هو يعني الأعمال المتعلقة بالوظائف وحفظ الوظائف لأبناء الوطن. نعم. ما لا شك فيه، أحب أوضح نقطة هنا. أتفضل. عملت تحليل مؤخرا بأن الدول أكبر دول مصدرة في العالم، أكبر 10 دول مصدرة في العالم تصدر ثلاثة من أنواع من السلع، وهي السيارات. نعم. ووسائل النقل والمعدات والأجهزة والإلكترونيات. هذه الثلاثة سلع ضمن أكبر 5 سلع في تلك 10 دول. ومع الأسف الشديد أن المملكة العربية السعودية لا تصنع من هذه السلع أي شيء، وإنما هي أكبر 3 سلع تستوردها المملكة هي تلك السلع. فيعني الميدان، الجانب الإيجابي من الموضوع أن الميدان أمامنا مفتوح، وهناك فرص كبيرة نستطيع الاستثمار بها لكي نصنع اقتصاد كبير داخل البلد، اقتصاد محلي واقتصاد خارجي للبلد للمملكة العربية السعودية. جميل. بأيدي وطنية وأفكار وطنية. نعم. بس مهندس، يعني هل أنت اللي قد ذكرتها الحين كل هذه السلع ثقيلة، يعني تصنيع سيارات معدات وما إلى آخره، هل أنت بتشوف إحنا بالفعل عندنا في المملكة مثلا الإمكانات المتاحة سواء كانت من موارد سواء كانت من أيدي عاملة بالذات، هل بتشوف أيضا أن هل ممكن في تقبل من شبابنا من بناتنا أن يشتغلون بمثل هذه النوعية من الصناعات؟
نحن نقيس يعني أولا حجم الواردات لهذه الثلاثة صنع 300 مليار ريال سنويا. هذا حجم كبير جدا أكيد. ونحن نقيس يعني عندما عملنا قياس له الأسبوع الماضي عملت له قياس هذه تقريبا 1.5 مليون وظيفة بمرتب معدل راتب 11,000 ريال. لا توجد 11,000 ريال أستاذ شهريا أجر شهري 11,000 ريال شهريا لمليون ونصف شخص يعمل. طبعا الأعمال النسائية هناك تحدي في المملكة العربية السعودية، ولكن هناك مخارج كثيرة لها، وليس عذرا أن يعني أن نقف بهذا السبب. هناك عوامل مهمة، يعني كل بلد في العالم تستطيع أن تعمل وتستطيع أن تبني، ولكن يجب بناء الهوية بناء الهوية في البداية. يعني نحن مثلا في المملكة العربية السعودية احنا كاستشاريين او كناس متخصصين في البحوث لا ننظر الى الاراء الشخصية، رايي وراي الشخص الاخر قد يضلل الجميع. نحن ننظر الى المعايير الدولية، يعني احنا في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، وجامعة الملك فهد في الدمام، وجامعة الملك سعود في الرياض. يعني تلك الجامعات اعمار كل واحدة منها 50 سنة، فلدينا خبرة 150 سنة، وجميعها بها جميع تخصصات الطب والهندسة وجميع التخصصات الكبيرة. وإلى الآن يعني لا نستطيع حتى تصنيع يعني حتى صناعة يعني مثلا فريون مكيف لا نعمل ولا تلفزيون ولا يعني العيوب بنا أولا. يعني نستطيع تجاوز هذه. بالنسبة لرؤوس الأموال، لدينا رؤوس أموال، الدولة لديها محفزات كبيرة، يعني نحن من أفضل الدول أقل دينا، لا ليس علينا دين عام، يعني المملكة الدين العام على المملكة الآن يصل إلى أقل من 100 مليار، يعني هذا محفز كبير. نعم، الأيدي العام لا موجودة متوفرة، بتشوفي عندنا بالفعل عقول ممكن أنها تصنع سيارات. نعم، جميع دول العالم بها أيدي عاملة رخيصة ومكلفة، ومن هنا تبدأ بناء صناعة الهوية. صناعة الهوية تكون يعني حوالي هذا الـ يعني إن أردت، يعني إذا كنت دولة بها التكلفة بسيطة فمعناته تكلفة الأجور يعني متدنية، وتستطيع بناء الهوية مثل الصين ومثل الهند ومثل تايلاند ومثل تلك الدول. وإن كانت دولة متقدمة مثل الدول الأوروبية تستطيع بناء الهوية حوالين الأعمال ذات الرواتب العالية. الرواتب العالية وصلنا عند حضرتك قلت الرواتب العالية. طيب باش مهندس برجس، بما نحن بنتكلم خليني أخذك النقطة ثانية، بس أنا بشوفها أو أشوف من وجهة نظرة حضرتك، هل هي أنت بتشوف هذه نوع من أنواع البطالة أو لا؟ الرواتب المتدنية، الأجور المتدنية بالمملكة، هل أنت هذه بتشوفها نوع من أنواع البطالة؟ تعتبر نوع من أنواع البطالة؟ طبعا هذه العملية الحالية اللي صايرة الآن هي لا تساهم في البناء، هي نحن فقط نعمل على بناء السعودة الوهمية ونكبر من السعودة الوهمية. في خلال 24 شهر الماضية بعد آخر تقرير لوزارة العمل ومصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات زاد عدد الموظفين السعوديين 622,000، أكثر من 500,000. هؤلاء معدل رواتبهم 3,900 ريال. 3,900 ريال هذه لا تكفي يعني لأي شخص أن يقوم بعائلة أو لا يستطيع البناء مستقبلا. وهناك عذر دائما نستمعه أنه الشخص يبدأ وهو صغير ثم يكبر. ما في يكبر، يعني إذا ما في صناعات وما في أعمال لا تستطيع البناء. يعني إحنا لا نكذب على أنفسنا، جميع الأعمال الآن كم رواتب السعودة الوهمية؟ 3,000 إلى 4,000. لن تجد شخص يعمل عندك في المؤسسة براتب 3,933 ريال وهو المتوسط وهو يستطيع الحصول على الرقم هذا بالسعودة الوهمية وهو جالس في البيت. صحيح، يعني هذه لو بتشيل 3,900 ريال، لو بتشيل منها الإيجار، السلع الغذائية، خلينا نقول حتى يمكن ما بتشملها الرعاية الصحية، ما حتى 100 ريال يمكن ما تبقى بجيبة. هناك معيار، بنينا معيار، أنا بنيت معيار استندت على أعمال من الخارج وأعمال من الداخل لشركة أرامكو ووزارة العمل وشركة الاتصالات. الجميع أجمع أنه 25% من الراتب يجب أن يكون للإيجار،
25% من الراتب، يعني نقول ربع الراتب تقريبا او اكثر. ايوه ربع الراتب، 10% و10% للمواصلات. خلينا من المواصلات لانه صعب نصل لها الان، ما في سياره يعني يعني ما في سياره قصدها 390 ريال شهريا ابدا. ولكن اذا نظرنا الى السكن فقط، ف 25% من السكن من الراتب يكون للايجار او للسكن. هذا اذا افترضنا ان الايجار كافي، هو ليس كافي الايجار، الشخص يريد ان يمتلك منزل. ولكن اذا سمحتي لي، بناء على الحسبة هذه، متوسط الإيجارات في المملكة بالنسبة للإيجارات الشقق 24,000 ريال. إذا الحد الأدنى للرواتب في السعودية لكي يستطيع الشخص أن يعيش بكرامة هو 8,000 ريال. 8,000 بس. 24,000 ريال هذه ما عاد فيها أستاذ برجس. ما في، لا ما في، صار من 30 وأنت طالع. لا المتوسط، المتوسط طيب، متوسط في المملكه. انا الاسبوع الماضي كنت، في القصيم، انا سالت مجموعه من الغرفه التجاريه، المعدل تقريبا 17 و 18 ألف ريال بالنسبه للشقه. يعني المتوسط، احنا نتحدث عن المتوسط دائما. نعم طيب، عشان الوقت لا يداهمنا، خليني بطرح لك سؤال ثاني استاذ برجس. انت قلت 11,000 ريال يمكن في الدول المتقدمه او المصنعه، 11,000 ريال الراتب الشهري تقريبا، قلنا لمليون ونص مليون شخص، صح؟ هذا بالنسبه للواردات اللي توردها احنا. نعم. طيب. يعني لو عملنا على صناعتها نستطيع توفير مليون ونص وظيفه بمتوسط راتب 11,000 ريال. يا ليت. نعم. طيب شلون احنا كيف نقدر ان نخلق فرص وظيفيه بنفس هالرواتب هذه من نماذج عالميه؟ خلينا نعطي على سبيل المثال، بما ان احنا تكلمنا عن السيارات، نقول المانيا مثلا. هو المانيا اختارت نموذج يختلف عن النموذج مثلا الامريكي. فمثلا معدل الاجور بالنسبه لصناعه السيارات في المانيا 60 دولار بالساعه، بينما معدل الاجور بالنسبه للسيارات في امريكا 30 دولار بالساعه. اذا هناك فرق كبير، الضعف. يعني نتحدث عن راتب شهري 30,000 ريال مقابل 60,000 ريال. لماذا؟ لان المانيا اختارت ان تعمل على أن تصنع سيارات الرجل الثري، يعني تعمل على صناعة البي ام دبليو والأودي والمرسيدس، بينما أمريكا اختارت الشريحة الكبيرة وهي اليوكون والفورد والسيارات اللي تعتبر متوسطة. يعني نحتاج إلى بناء الهوية. طبعا المملكة، بالنسبة للمملكة العربية السعودية، يجب أن تبني الهوية. يعني ماذا نريد أن نكون؟ يعني احنا سنة نقول احنا اقتصاد معرفي، سنة نقول احنا استراتيجيات على البتروكيماويات. يعني ليس لدينا هوية تميز المملكة غير صادرات النفط. صادرات النفط لا يعتمد عليها. يعني دخل النفط السنة هذه في عام 2015 سيكون نصف دخل النفط في عام 2012 اللي هو قبل 3 سنوات. نعم. يعني ليس آمن النفط، ليس آمن. فنستطيع إيجاد، نحن لا نستطيع. طبعا السر في الصناعات والخدمات المتقدمة، هذا هو كلمة السر. والخدمات انزين، حلو. الخدمات المتقدمة، يعني مثلا زي شركة أبل، زي شركة آي بي إم، مايكروسوفت، هذه جميعها خدمات متقدمة. نعم. طيب أنا 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 أستأذنك بشمهندس، رح نطلع فاصل سريع، لكن أكيد رح نرجع نواصل معك، ورح أخذك المنطقة الثانية غير ألمانيا، نشوف شو المنافسة فيها. مستمعين الكرام، كل أسئلتكم استفساراتكم اللي حابين تطرحونها على المهندس برجس البرجس، الكاتب الاقتصادي بصحيفة الجزيرة، رح يستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على 012-61-61-100. أيضا طبعا استيسي على 84-77-00، موبايلي 640-660 زين 746-2-62، وتويتر موجود عندكم. فاصل ونواصل. طاقات بلا حدود مع أمين العبد الله. مساكم الله بكل الخير وعساكم على القوة. رحب بكل أصدقائنا، بكل أحبتنا في كل مكان، واللي ما زالوا معي من بداية حلقتنا لليوم، وأيضا كل اللي انضموا لي بهذه اللحظات، وأقول للجميع تقبل الله منكم يا رب. وأكيد ترحيب خاص لكل الجيش الأموني اللي بيساهم وبيساعد في نشر الطاقة الإيجابية، في نشر الثقافة، عبر موقعنا بتويتر على @@ألف ألف FM، واللي دائما طبعا بيساهم من خلال الريتويت. أمون الصقر السمية ودهات أوف مكة وفايزر كثيري وجنيد بوزير وحنان، وأيضا بدر البدور ومحمد المعارفي ومبروك علي السلطان، سعود الأركاني ويحيى مبارك، وأيضا توتة وعدنان مرغلاني وعشق، وكلكم جميعا كلكم تسلمون. أذكركم أن موضوعنا اليوم عن الخروج من مأزق البطالة والوظائف المتدنية، وحول هذا الموضوع ما زال معايا عبر الهاتف
المهندس برجس البرجس الكاتب الاقتصادي بصحيفة الجزيرة. أنا شايفة أسئلة ما شاء الله بدأتوا تحطونها على تويتر، كل أسئلتكم واستفساراتكم أكيد المهندس برجس على الأكاونت موجود @برجس. طبعا موجود الأكاونت، أكيد رح ناخذ أسئلتكم، واللي ما تسنى له في الحلقة أن نجاوب عليه أكيد إن شاء الله عقب الحلقة رح يجاوب على كل أسئلتكم. يسعد لي مساك من جديد أستاذ برجس، حياك الله معاي. أهلا وسهلا بك، حياك الله. إحنا قبل الأذان باش مهندس كنا بنتكلم عن أخذنا كنا نموذج ألمانيا صح؟ وتكلمنا عنها. طيب خليني يعني مثلا لو قلنا الصين، احنا ليش مثلا ما نقدر ننافس الدول الاخرى؟ هذا اول شيء. وهل صعب مثلا على سبيل المثال منافسة الصناعات الصينية للمنتجات اللي يمكن غرقت السوق الخليجي او العربي؟ وهل بتشوف انت من تدني الاجور بالصين بشكل يعني مهمة صعبة من انتشار الصناعات بالعالم؟ نعم بلا شك، يعني المملكة تستطيع منافسة أي دولة في أي صناعات، ولكن وحتى حتى الصين يعني نعم. يعني نحن الآن السيارات مثلا اللي موجودة في السعودية، عدد السيارات اللي تصنع في الصين ضعف عدد السيارات اللي تصنع في أمريكا، ولكن عدد السيارات الموجودة اللي نستوردها سنويا الأكثر سيارات هي الصناعات الأمريكية. كذلك المعدات، أكبر دولة نستورد منها يعني بالصناعات هي من أمريكا، وجميع هذه الصناعات يعني مثلا أنا عندما أذهب لشراء مثلا مكيفات للمنزل لا أحرص دائما على شراء السلع الرخيصة. لماذا؟ لأنه ننظر إلى الجودة وننظر إلى القوة، يعني الرخيص لا يعني دائما هو الأجور. ولكن تبنى الهوية مثلا الصين وتايلاند وبعض الدول والفلبين والهند تبني الهوية حوالين الأجور الرخيصة، لذلك لديها ميزة تستطيع منافسة الدول في الأسواق العالمية، لأنه لديها ميزة وتستطيع منها خفض يعني التكلفة وبالتالي ينخفض السعر. هذا ولذلك النموذج اللي يسموه النموذج النمطي اللي هو التجميع، عاده التجميع ان احنا مثلا ممكن نجيب اي بضاعه او اي صناعه ونجمعها في السعوديه، لا نستطيع لانه يعني ليس لدينا عماله رخيصه الا اذا جبنا عماله اجنبيه، عماله رخيصه من الهند وعماله رخيصه من بنغلاديش ونستطيع الصناعه هنا، بالتالي تكون هنا الفائده فقط للتاجر وليست للدوله وليست للاقتصاد المحلي وخلق الوظائف. نعم بس بس مهندس برجس هذا اللي قاعد اساسا يصير عندنا على ارض الواقع، بيجيبون عماله من برا، كل شيء حتى في المطاعم لو اخذنا المطاعم يعني العمالة كلها من برا لأن تكلفة الإيد أقل من الشاب السعودي أو البنت. أيوة طبعاً، أنا لو كنت تاجر يعني خلينا نكون شوية يعني إحنا قصينا على التجار كثيراً، ولكن لو كنت تاجر يعني أنا ليس من مصلحتي يعني مثلاً إنه أنا أشيل مثلاً اقتصاد البلد، وليس من مهامي يعني وليس من مهامي. أي هذا تفكير منطقي. أيوة بس ولكن هنا تلام وزارة الصناعة، وزارة التجارة والصناعة هي الملام الأول على تطوير الصناعات، هي المسؤولة الأول عن تطوير الصناعات في البلد. يعني مهما كان أبغى أرجع للنموذج النمطي اللي هو التجميع. التجميع بينفع كثير، يعني مثلا تايلند والهند جميع السيارات تصنع هناك، يعني الهند تصنع 4 مليون سيارة، فلو قارناها مثلا في اليابان تصنع 5 مليون، كذلك تايلند تصنع 2.5 مليون سيارة سنويا، ولو قارناها مثلا في اليابان 5 مليون، فبالتالي عملية التجميع جيدة لهذه الدول. بالنسبة للألماني مثلا يعتمد على قوة التقنيات، يعني عنده معامل وعنده مراكز بحوث. بالنسبة لأمريكا يعتمد على الصناعة المتوسطة اللي فيها مزيج من عدة يعني عوامل، وفرت مثلا الدعم الحكومي للشركات الصانعة مثلا للمعدات والسيارات والأجهزة، أيضا هناك التقنيات عالية، يعني صحيح. في أمريكا صناعاتهم جدا متقدمة، أوكي، ويعتمدون كثيرا يعني في المعامل لإنتاج كميات كبيرة من الصناعات المتوسطة، هذا نعم. اللي ينفع كثير. نعم يعني ما شاء الله الاتصالات بدأت تهل علينا أستاذ برجس، بس خليني أسألك أيضا سؤال في يعني إحنا دائما من الوقت الثاني حتى عندنا يعني في المملكة بنشوف دراسات بنشوف قياسات بنشوف قراءات لنسب البطالة، وبنشوف ايضا يعني بتختلف خلينا نقول من سنة زي انا مثلا يعني صادفت كثير مثلا من وزاره العمل بالرياض بنسبه البطاله عندنا بالنسبه للبنات هي العاليه، بالنسبه للشباب شبه يعني اللي وصلني انها ما في بطاله. اكيد في قياسات او في قراءات معينه لحساب نسب البطاله او معيار خليني اقول دولي.
هل موجود استاذ برجس؟ نعم، خليني اوجز انا بعجاله. هناك مفهوم خاطئ بالنسبه للبطاله. السكان ينقسم الى اربعه اقسام، نحتاج ان نستثني اثنين من الاقسام. القسم الاول هم دون السن الخامسة عشر، هذول اللي هم الاطفال، هذا نستثنيهم من حساب البطاله. وايضا في الطرف الاخر اللي هم خارج سوق العمل، عاده يكون كبار السن والمتقاعدين والأسعد، ربما بعض ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن لا يريد أن يعمل، قليل من لا يريد أن يعمل. ولكن لدينا خصوصية في السعودية، وهي اقتصاديا عبء كبير على الاقتصاد، اللي هم ربات المنزل. ربات المنزل لا يعمل. طبعا هناك عوامل كثيرة، ومنها عدم إيجاد الفرص المناسبة لهؤلاء السيدات. وحسبنا كثير، يعني هناك أكثر من 1,200,000 خريجة ثانوية، وهناك أكثر من 300,000 خريجة بكالوريوس، وهم جالسين. يعني لدينا السيدة تتخرج من الجامعة وتذهب لاختبار القياس وتحصل على نتيجة أقل من المطلوب، وهي من مخرجات التعليم، فيرفضها التعليم لأن تكون مؤهلة لكن تكون مدرسة. جميع هذه العوائق وضعت للحد من الزحف على الطلب على الوظائف. لماذا؟ لأننا لم نخلق الفرص الوظيفية. إذن نتحدث عن فئتين، الفئة الأولى صغار السن، والفئة الثانية خلينا نقول كبار السن إذا جاز التعبير. وفي المنتصف لدينا فئتين نسميهم جميعا سوق العمل. سوق العمل ينقسم إلى مشتغلون ومتعطلون. المتعطلون هم البطالة طبعا. فنقسم عدد البطالة على المشتغلون. يعني تحدثت في مقال الأسبوع الماضي أنه إذا افترضنا أنه وجدنا دولتين سكان كل دولة منهم 20 مليون ونسبة البطالة 10%، قد يكون في إحداهما البطالة 1,000,000 شخص، وقد يكون في الطرف الآخر 200,000. إذن هناك فرق كبير وفرق لحسبة. ولكن مجملا لو نظرنا إلى النسبة اللي هي أهم ولا تعتمد كثيرا، ولكن يجب أن نفترضها، نحن لا نفترضها لأنها تضعنا في موقف سيء جدا، تضعنا في ترتيب متأخر. لو نظرنا إلى المشتغلون إلى عدد السكان، فمثلا في أمريكا المشتغلون إلى عدد السكان تقريبا 35%. إذا كل شخص يعمل يعول، مجازا افتراضا، يعول اثنين، إما زوجة وطفل أو طفلين أو زوجة تعول طفلين أو حاجة مشابهة لكذا. بينما في السعودية 17% نسبة المشتغلون إلى عدد السكان، وبذلك كل شخص يعمل، كل شخص يعمل افتراضا يعول أربعة أشخاص. هؤلاء الأربعة أشخاص قد يكون الزوجة وثلاثة أطفال أو ما شابه إلى ذلك. رح أختم معك بهذا السؤال، بعد رح أبدأ أفتح الاتصالات للمستمعين اللي حابين يتواصلون معنا. سؤالي لك، بما أن إحنا بنتكلم عن الخروج من مأزق البطالة والوظائف المتدنية، هل هناك عوامل للنجاح عشان تقدر تساعدنا أن نخرج بالفعل، نقدر نخرج من مأزق البطالة والوظائف المتدنية؟ الرواتب اللي بيصير، يمكن في وظائف كثير بيصير في عزوف من الشباب، في هروب من هذه الوظائف بسبب تدني رواتبها. نعم أوكي، خليني بجاوب على السؤال بعجالة. ولكن قبل أن نجاوب عليه، هناك موضوع مهم جدا، الكثير يسأل عن ما هي المصانع التي توجد الفرص الوظيفية. نحن نتحدث هنا عن التي توجد الفرص الوظيفية ذات الرواتب العالية أو ذات الرواتب المقبولة والجيدة. نبتعد في البداية عن النفط والكيماويات والبتروكيماويات والأشياء هذه، لأن جميع من يعمل في السعودية في هذا القطاع الآن لا يتعدى 2.5 أو 3%. أي لو ضاعفنا، لو بنينا أرامكو ثانية وبنينا سابك ثانية وجبيل ثانية وينبع ثانية، لن نضيف حتى 2% من عدد العاملين. هذا بالأعمال المباشرة. الغير مباشرة طبعا كلها من الأعمال الرخيصة، يعني لا يكون للسعوديين فرصة فيها. المصانع التي فيها الأعمال ذات الأعمال المجدية هي صناعة السيارات وصناعة الطائرات وصناعة الأجهزة الإلكترونية والمعدات، ولكن يجب أن تكون مكتملة بمعامل ومراكز بحوث وما إلى ذلك. أنتقل إلى سؤالك كان ما هي العوامل. أستاذ برجس، إحنا حنرجع للعوامل، بس أنا مضطر أني أطلع فاصل. رح ناخذ منك إن شاء الله عوامل النجاح اللي بتساهم في الخروج من مأزق البطالة بعد الفاصل مستمعينا الكرام، واللي رح نبدأ أيضا بعد هذا الفاصل رح نبدأ نستقبل اتصالاتكم على 012-61-61-100 لكل أسئلتكم واستفساراتكم اللي حابين تطرحونها على المهندس برجس البرجس، الكاتب الاقتصادي بصحيفة الجزيرة. طاقات بلا حدود مع أمين عبد الله. عودة من جديد مستمعينا الكرام مع المهندس برجس البرجس، الكاتب الاقتصادي بصحيفة الجزيرة. سعد لي مساك من جديد أستاذ برجس.
حياك الله، أهلا وسهلا. سؤالي كان لك قبل الفاصل عن عوامل النجاح ممكن تساعد، ممكن تساهم في أن نخرج من مأزق البطالة وأيضا الرواتب المتدنية. نعم، العوامل كثيرة وكتبنا فيها مقال كامل. نبدأ أولا من القضاء على الفساد. لا يمكن أن تكون هناك بيئة منتجة ويوجد بها فساد. هذا شيء يعني لابد يعني يكون يقضى عليه قضاء تام لكي نستطيع أن نرى النور سواء ببناء الاقتصاد بأنواعه. ثانيا التعيينات، يعني يجب أن تكون التعيينات للمسؤولين عن تطوير هذه الصناعات وتطوير هذه الأعمال المتقدمة سواء في الوزارات أو في الهيئات أو في الجمعيات، يجب أن يكون مبني على معايير وليست بناء على تشريفات. لا يمكن أن نستطيع أن نمضي والتعيينات. كان شهدنا مؤخرا إقالة وزير بعد أن عين بشهر. بالضبط، هذا وزير الصحة عين وبعدها بشهر أقيل، يعني لم تكن مبنية على معايير أساسية لتطوير الأعمال. نعم. أيضا هناك صناعة القرار. صناعة القرار لا يمكن أن تأتي صناعات قرار من غرف اجتماعات وموظفين وزارة. صناعة القرارات يجب أن تأتي من الجامعات ومراكز البحوث. لا نستطيع مثلا الدخول في صناعة السيارات. حاولنا في صناعة مصنع سوزو، وحاولنا في مصنع سيارة غزال، وحاولنا جميعها بنيت هذه القرارات في غرف اجتماعات. لا، هناك صناعة قرار يجب أن تأتي من الدراسات ويجب أن تأتي من مراكز معتمدة. أيضا مراكز البحوث والتطوير يجب أن تعمل. لا يوجد دولة في العالم تستطيع أن تصنع بدون استثمارات. أنا لا أستطيع أنا مثلا أن أصنع أجهزة إكس راي ولا ألترا ساوند اللي في المعامل أشعة في المستشفيات دون العمل الحقيقي في التطوير. يعني يجب أبناء البلد أن يعملوا في هذه الأشياء. طبعا الأعمال تدريجية. أي نعم، فهناك يعني عدة أوامر. نحتاج إلى إدارة مشاريع، نحتاج إلى إدارة مشاريع كبيرة. نحن الإنجازات، أنا كنت أقرأ اليوم مثلا أحد الإنجازات أنه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اكتشف مشروع متأثر، فبالتالي صار الإنجاز هو اكتشاف المشروع المتأثر. يجب أن يكون هناك يعني إدارة أعمال متمكنة مثل شركة سابق وأرامكو في إدارة الأعمال. في أرامكو في سابق نستغرب إذا كان في مشروع متأثر، صحيح، بينما في الحكومة نستغرب إذا كان في مشروع اكتمل. يعني في المشاريع للأسف هذا اللي احنا نأمل في المستقبل نتأخذ بعين الاعتبار. هذه هي باختصار، أنا كتبت مقال اسمه العوامل الأساسية للنجاح يستطيع المستمع الرجوع إليه، ولكن هذه عوامل أساسية قبل أن تبدأ في النظرة الاستراتيجية. نحن لا ننظر إلى الأحداث، ننظر إلى النظرة الشاملة. اذهب أوجد العوامل، بدون أدنى شك سيكون هناك نجاح. إن لم توجد العوامل لن يكون هناك نجاح. أنا أتمنى أستاذ برجس أنها أيضا تأخذ بعين الاعتبار من قبل المسؤولين، أنه يعني ما يكون فقط حبر انكتب على ورق. لا، أتمنى أنه بالعكس كل الحلول أنا قرأتها، يعني كل الحلول العوامل اللي حضرتك كتبتها إن شاء الله أنها تأخذ بعين الاعتبار ونلاقيها ونشوفها مطبقة. هناك تجاوب على كل مقال يكتب، هناك تجاوب من فئات كثيرة، وكل مقال كتبناه وكان في تجاوب مع شخصيات كبيرة وشخصيات مهمة على مستوى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان والأمير محمد بن سلمان والأمير تركي بن عبد الله. تحدثنا عن المترو وكان هناك تجاوب كبير. أيضا الوزراء التجارة والعمل، هناك تجاوب كبير، ولكن هناك صعوبات في التنفيذ. إنما التجاوب موجود وهو نقاشات قائمة. نعم. خليني الصعوبات التنفيذ هذه رح أتكلم فيها معك بس بعد شوي، لأن رح أبدأ أخذ الاتصالات. أخونا عدنان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من وين أخوي الكريم؟ من الرياض. تفضل أمرك. أنا بس عندي سؤال استفسار صغير. بجات وزارة التجارة والصناعة صراحة ما تكسر، يعني بتدعم المشاريع الصناعية، بس من جهة هو الجدوى الاقتصادية مكلفة بالنسبة للفرد العادي إنه يقدر يهتممها بنفسه. فأعتقد لو هي الأساس، لو كانت حلت هذه المشكلة أعتقد الجميع يقدر إنه يكمل. فما أدري إيش رأي أستاذ برجس مهندس. نعم، هناك تقصير أخي الفاضل، هناك تقصير من الوزارات، ولكن أيضا التاجر عندما يكون لديه الخيار سيذهب إلى تجارة مربحة وتجارة أنا بفتح لي مصنع ألبان مثلا أفضل وأضمن وأستطيع من خلاله أن أحقق الأرباح. ولكن
يعني لا تستطيع. نحن في البلد في المملكة نقدم الدعم المادي اللي نقدمه إلى مصنع الطابوق مثلا ومصنع الألبان هو نفس الدعم اللي يقدم إلى مصانع الإلكترونيات ومصانع السيارات. يعني لا تستطيع، يجب أن تعمل على التطوير، الدولة يجب أن تعمل على التطوير ممثلة بالوزارات هذه. نعم ناخذ اتصال ثاني. أبو فواز، ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخوي. مساك الثمين وحلو مساء على ضيفك الكريم. شكرا لك، حياك الله. عندي مداخلة أستاذ درجس. تفضل. بالنسبة للأجور المتدنية، أنا أستشهد أمانة في أحد الدول الخليجية كنت أعمل فيها في السابق، وعندهم إدارة مستحدثة اسمها دعم العمالة. دعم العمالة اللي هي للمواطنين، أي شخص يعمل في القطاع الخاص له بدلات ثابتة زيه زي الحكومة، مثل العلاوة الزوجية وعلاوة الأولاد وعلاوة البدل الإيجار. نعم. ودائمة، يعني مهما كان راتبك في القطاع الخاص وصل إلى 20,000 ريال أو إلى 2,000 ريال بدلاتك ثابتة بالحكومة، يعني كانت تتوصلهم إلى تقريبا 10,000 ريال. نعم. بس البدلات اللي الدعم هذه. نعم. طول ما أنت في وظيفتك في القطاع الخاص دعمك هذا من الحكومة ما يشيلك، هذا حق من حقوقك. نعم، شكرا لك أبو فوز. اتفضل مهندس. بالنسبة للدعم، الدعم له مفهوم، يعني اقتصاديا الدعم له يعني بعدين أساسيين. أولا الدعم يكون مؤقت دائما، لا يكون يعني هناك دعم كامل. ثانيا من مبدأ اقتصادي، يعني لا يجوز أن ندفع إلى شخص أكثر مما يستحق في الإنتاجية. يعني إذا كان الشخص يعمل في إنتاج سلعة ما فالأجور من تلك السلعة، إذا رفعنا من الأجور فهناك يعني عبء على قيمة السلعة. ولكن الأخ يتحدث عن موضوع آخر لا يتعلق بالصناعة. يتحدث الأخ عن الدعم الحكومي للعوائل. الدعم الحكومي هذا يأتي من مبدأ، يعني بدأت في دول الخليج عندما كانت يعني دول صغيرة وتورطت عندما أصبحت كبيرة. أيضا الآن مثلا السعودية لا تستطيع رفع الدعم عن البتروكيماويات فتخسر سابق وتخسر جميع الدول. طبعا الدعم يأتي، أنا والله أؤيد الدعم لأن الدولة قصرت في التخطيط من البداية. وإن كان هناك دعم مؤقت فهذا جيد لحين البناء، ولما يكتمل البناء خلاص الكل يعني يفسر عن ساعد أيوة. نعم. ويعمل اقتصاديا، هذا هو المعمول به أساسا. يعني نأمل صراحة يكون عندنا دعم، يا ليت. يعني أنا اليوم قريت خبر مجلس الشورى في متخصصين راح يكونوا موجودين يشوفون يدرسون من جديد سلم الرواتب في القطاع العام والخاص، إذا ما بيعدلون في سلم الرواتب على الأقل يكون عندنا دعم مثل ما قال أبو فواز بصراحة. يعني الدعم اللي يتكلم عنه سلم الرواتب يأتي من أسعار النفط. نعم. أوكي. وأسعار النفط يعني الآن أكبر شريحة من مثلا مبيعات السنة هذه المتوقع يكون فيها 600 مليار ريال دخل من النفط. 300 نصفها راح تكون رواتب لموظفي الدولة. نعم. يعني هذا رأيي رقم كبير. أكيد. ولكن الدولة عليها بناء يعني خطة متكاملة تستطيع من خلالها بناء الدخل المجدي واللي يصنع الكرامة إلى الإنسان وأيضا يكون مفيد للدولة. يا رب الله يكون في عونهم. ناخذ أخونا عبد الله. ننتقل لمشاركة ثانية. أخوي عبد الله ما في، طب ناخذ محمد رح نطلع فاصل. طيب في أحمد اليوسف سأل سؤال يقول إحنا نحتاج في كل مدينة مصانع بحجم سابق للصناعات التحويلية، رح نجاوبك على هذا السؤال لأخونا أحمد لكن بعد الفاصل إن شاء الله. أسئلتكم واستفساراتكم اللي حابين تطرحونها على المهندس برجس البرجس الكاتب الاقتصادي بصحيفة الجزيرة، ارسلوا لي أسئلتكم. طبعا ممكن تتواصلوا مع الأستاذ برجس بشكل مباشر على 012-61-61-100 012-61-61-100 أو عبر الاسمس يتحطوا لي سؤالكم أو اسمكم، رح ناخذكم مشاركة هاتفية مشتركين STC رح تكون على 84-770-00 موبايلي 640-660 زين 7-462-62 أيضا على تويتر على @ألف ألف FM وآت برجس وأيضا آت أمين العبدالله A3M4E. رح نطلع فاصل لكن ابقوا معي ومع طاقات بلا حدود. طاقات بلا حدود مع أمين العبدالله. صفر 012-61-61-100 012-61-61-100 لكل اللي حابين يتواصلون مع المهندس برجس البرجس الكاتب الاقتصادي بصحيفة الجزيرة. وحول يعني إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار حابين تطرحونه على الأستاذ برجس حول موضوع الخروج من مأزق البطالة والوظائف أيضا المتدنية. يسعد لي مساك من جديد أستاذ برجس. أهلا وسهلا. خلينا ناخذ اتصال معنا أخونا محمد من قبل الفاصل. نقول يسعد مساك يا محمد.
الو 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 محمد انت على الهواء. الو راح اقتل اتصال، ناخذ اتصال ثاني، ناخذ عبد الله. الو ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل اخوي. الله يسعدك ان شاء الله. الحين مهندس برجس واشكره على اتاح المشاركه. اما ما يخص بالوظائف فنحن تخطينا مرحله العجز في الوظائف، ولكن اطرح السؤال اين الامان الوظيفي؟ اما ما يخص عن الرواتب المتدينه فاعتقد ان البنيه متكامله، نحن نستهلك اكثر من المنتجات من الخارج، وهذا يعود على اقتصاد الوطن وقله من الداخل، فلان تتدنى كميات المصانع داخليا، ولهذا تساءل عن امور كثيره، ولعلي اصدر لكم مثال لذلك. حتى في المنشآت الحكومية لماذا لا تقوم بإنشاء اقتصاد آخر مختلف؟ كمثال وزارة الصحة لماذا لا تساهم في توقيف العجز السكن؟ وشكرا. شكرا لك. تفضل أستاذ برجس. السؤال الإسكان في الأخير لما توفر ماذا؟ وزارة الصحة؟ إسكان آخر أو حزي كذا قال. طب خلينا نجاوب على الأسئلة اللي حضرتك. ايوه لا في بالنسبه للسؤال اللي كان قبل الفاصل انه لماذا لا توجد مصانع مثل سابك. طبعا سابك يجب ان تكون على البحر ويجب ان تكون قريبه من مصانع الغاز، هذا اولا. ثانيا صناعه تحويليه يا استاذ برجس، حتى الصناعات التحويليه اي حاجه متعلقه بالنفط هي ليست خلاقه للفرص الوظيفيه. يعني مثلا على سبيل المثال شركة سابك 30,000 موظف، 30,000 موظف يعني مواليد 20 يوم، يعني كله 30,000 موظف يجلس لي 35 سنة يعمل. احنا نتحدث عن مواليد 20 يوم في سنة من 35 سنة كاملة، يعني جدا غير خلاقة للفرص في جميع دول العالم. البتروكيماويات وشركات النفط غير خلاقة للفرص نهائيا. انا هيك عن صعوبة وجود شركة مثل سابك في المناطق الاخرى. اما بالنسبه لوزاره الصحه والله لم الاخ كان يتكلم عن الامان الوظيفي. الامان الوظيفي لا نستطيع يعني عندما نرغم يعني شركات صغيره بان توظف الشباب اكيد ما راح يكون في امان وظيفي، لان الشركه يعني الشخص يغلق الشركه ويفتح الشركه وما يفرضوا الوظائف في جميع الشركات، لن يكون هناك امان وظيفي في تلك الشركات، لان لا توجد منظومه متكامله للاعمال. لو كان هناك اعمال مثل سابق ولكن لصناعه الأجهزة الإلكترونية والأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية والمعدات ومعدات الكهربائية أيضا ومعدات وأجهزة الطبية، يعني هنا نجد مصانع السيارات، نجد أمان وظيفي، لأنه المصانع تقوم وتعيش مئات السنين، يعني ما هي مصنع لمدة 5 سنوات ويغلق. نعم. تكلم المتصل قبل شوي عبد الله عن الأمان الوظيفي، أنا رح أطرح سؤال بعد شوي جنيد بوزير اللي بيتكلم عن الموظف السعودي، لكن خلينا ناخذ أخونا سلمان الحربي. إن شاء الله يسعفني الوقت. سلمان السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير يا أختي. مساك الله بمثل إن شاء الله. تحياتي لك والأستاذ الفاضل. حياك الله. أستاذي حبيبي، أنت بتتكلم على موضوع الصناعات. تقريبا ما فيها صناعات السيارات داخل البلد. نعم. إحنا شبابنا يفتقد المهنية في الموضوع ده. نعم. وإحنا قاعدين على قولكم إحنا بنجبر المؤسسات إنها بتوظف سعوديين. بس برضو ما في أي خبرة، ما في أي شيء. لابد الدولة يكون لها دور في الموضوع ده. والدور ده طبعا ما حيطلع الا بتجنيد اجباري. فتره التجنيد الاجباري حيكون 3 سنتين، ما دون السنتين في 3 شهور فرض اساسي. الفرض الاساسي بعد 3 شهور انا استفيد بالجندي ده اللي قاعد عندي، المهندس مهندس، الدكتور دكتور، النجار نجار، الحداد حداد. طيب هذول فينهم؟ وليه ما يشاركوا مع الشركات المقاولات داخل المباني داخل البلد، بدل ما يطلع لي 100% من الشركه انت كصاحب منشاه وتاخذ لي مقاوله كبري 100% العماله من عندك؟ لا، انا امونك من الجيش 30% من الشعب اللي قاعد عندي يطلع راتبه ويطلع. هو الدليل اكبر دليل عندكم جيش مصر. الجيش موجود وقائم وفي منتجاته بتنزل السوق وبيشتغل وبيدعم البلد. طيب لين نبتعد عن الموضوع ده. نعم شكرا لك اخو سلمان. هو السؤال ذكي جدا، السؤال جدا، ولكن لا ننتقل الى الحل سواء كان جيش او غير جيش. يعني لا تستطيع ان تبني اخطاء يعني علاج لاخطاء بان توجد مثلا جيش او غير جيش او تجنيد اجباري. ولكن الكلام الاساسي التعليم من الاساس، يعني لا نجد انضباطيه من كثير من الشباب. الانضباطيه تاتي، يعني هو ليس العيب في السعودي، العيب في الوظيفه. لانه مثلا اجد في سابق وفي ارامكو غريب جدا عندما تجد شخص غير منضبط. لماذا؟ صحيح. لانه في اعمال وفي تنظيم وفي رواتب وفي بدل سكن وفي يعني جميع الاعمال موجوده، في امن وظيفي. تجد الغريب جدا عندما يكون في شخص غير منضبط. انا عملت في شركه ارامكو لفتره طويله،
غريب جدا عندما تجد شخص غير منضبط. ولكن عندما أجبر يعني عندما تجبر وزارة العمل يعني والدولة مثلا بوزارة العمل تجبر شركة مثلا لمصنع طابوق بأن يوظف سعودي، أكيد ما راح يكون في أمان وظيفي والبيئة ليست جيدة والمكان ليس آمن. أما الانضباطية، الانضباطية تأتي أيضا العيب من التعليم، التعليم كان سيء ولا نستطيع الحلول بدون إعادة تأهيل. صحيح. الأعمال اللي موجودة الآن هي تفرض على المقاول مثلا يأخذ الموظفين كتكميل فقط لاستيفاء شروط السعودة. ليش؟ لأنه أنا بدل لما أجيب المحاسب بخبرة 10 سنوات براتب 10,000 ريال سعودي أجيبه 5,000 ريال من جنسية أخرى. بالضبط. فبالتالي اقتصاديا هو ينظر لمصلحته. نعم. وليس مسؤولا حلول المشاكل الدولة. نعم. أنت قلت نقطة مرة مهمة، أن الشباب وحتى البنات اللي في شركة أرامكو أو خلينا نقول حتى في سابق في انضباط وظيفي بالتوقيت من 7 لـ 4 7 على مكاتبهم 4 انصراف وانضباط في كل شيء، في يعني شوي في غيم على الشاب السعودي او البنت السعوديه اللي هم غير منضبطين. راح اخذ هذا يمكن كان مسج واحد من الاخوان، لكن راح اخذ الاتصال هذا وراح ارجع نتكلم شوي عن الشاب السعودي سلمان الحربي هو اللي كان قبل شوي. طيب يلا شكرا لي. استاذ برجس جنيد بوزير يقول هناك العديد من الشركات تتذمر من الموظف السعودي بحجه عدم الاستمرار. نعم. الموظف السعودي لو عملنا إحصائية بعدم الاستمرار هناك أسباب، عدة أسباب. السبب الأول الوظائف التكميلية، هذه أكيد راح تكون منها لأي شخص. أما الوظائف الجيدة فنجد مثلا بعض الشباب يعمل في بنك مثلا يستلم راتب عالي من 22-25 ألف، هو يجد فرص أخرى، يجد فرص أخرى فيخرج إلى مكان آخر. وهذه المنافسة موجودة في جميع دول العالم ومفتوحة، يعني تستطيع التنقل من أي شركة إلى أي شركة. فعندما تفتقد إلى هذا هنا يأتي التحدي، أنه أنت لم تستطيع المحافظة على الموظف. ولكن الغالبية العظمى في التسرب أو في الموظفين اللي يغادروا إلى شركات أخرى. نعم. هي الأعمال التكميلية اللي التاجر مجبر عليها. نعم. رح ناخذ اخر يمكن شاركه معانا اليوم الاستاذ ناجي الغامدي. يسعد مساك استاذ ناجي. الو مهلا، مساء الخير. حياك الله، مساء الانوار، تفضل. الله يحييك. تحيه الاخ برجس، حياك الله. بس تعليق بسيط على عفوا على البحوث وعلى الدراسات واداره التخطيط. عندنا للاسف الان كل الارتباط اللي قاعدين نتكلم عنه تقوم فيه وزاره التخطيط. وزارة التخطيط عندنا شبه تقريبا بصراحة ما لها أي دور أو أي تأثير في الربط بين الوزارات، اللي هي الوزارات الرئيسية، وزارة الصناعة، وزارة التعليم، وزارة الصحة. يعني للأسف دور التخطيط عندنا والأبحاث والدراسات والتطوير شبه ملغية، ما في لها وجود إلا حبر على ورق زي ما تفضلتي. نعم نعم، شكرا. وينها على أرض الواقع؟ وينها على أرض الواقع؟ طب شكرا لك أستاذ ناجي الغامدي، نجاوب على السؤال لأن تقريبا كده إحنا وصلنا يمكن لختام حلقتنا اليوم. تفضل أستاذ برجس. عفوا، أنا ذكرت أنه في مقال اللي هو العوامل الأساسية للنجاح، يستطيع الأخ ناجي الرجوع للمقال. هو العامل الأول أنا كتبته هنا هو التخطيط. التخطيط هو أهم حاجة، لا تستطيع أن تعمل بدون خطة. اللي حاصل الآن في البلد أنه وزارة التخطيط أضعف من وزارة المالية، فبالتالي وزارة المالية هي المهيمن ونحن نعمل بدون خطة. الدولة تعمل بدون خطة، لماذا؟ لأننا نعمل على خطة سنوية وليست على خطة استراتيجية بعيدة المدى. التخطيط هو عامل مهم، كلام الأستاذ ناجي سليم جدا، ولكن وزارة التخطيط لا تعمل أبدا أبدا أبدا، ولم نجد منها يعني أي عمل يذكر، ولم نجد منها. هناك كوادر جيدة في الوزارة وهناك محاولات، ولكن البيروقراطية المتكاملة للأعمال هي حالة دون ذلك. احنا نتمنى معلش أسف أستاذ برجس، بس احنا كنا يمكن حوار تحت الهواء بعد أنا ويمكن واحدة من زميلاتي، ان الشباب نتمنى انهم يدعمون الشباب، يغذون الأماكن هذه بدماء شبابية، يعني زي ما شفنا صاحب السمو الملك الحزم الملك سلمان بن عبد العزيز بدأ يضخ دم الشباب في كثير من القطاعات. يعني أنا في شاب اقترح، يعني بالسريع مثال سريع، في شاب اقترح وضع شبك لحفر مياه الصرف الصحية، ولو وضع هذا الشبك يعني هو شبك واقي لن يغرق أحد، ولن مثل الطفل اللي توفي قبل كم يوم والمشاكل المتكررة. الشباب لديهم طاقة، نقرأ في الجرائد الآن شباب سعوديين في جامعات أجنبية فيه تخصصات طبية وتخصصات صناعية، نجدهم يعني يكرموهم هناك أكثر ما نكرمهم هنا، ويحصل على براءة. البيئة منتجة،
ولكن لدينا الأعمال هنا لازلنا نعمل على النمط القديم والسكان كثر عدد السكان فنحتاج إلى تغيير في الآليات. صحيح. بكذا احنا يمكن وصلنا لنهاية مطاف حلقتنا اليوم، كثير استمتعنا واستفدنا كثير من حضرتك أستاذ برجس، شكرا لك. كلمة أخيرة حاب توجهها للمستمعين ألف ألف. والله أنا الكلمة الأخيرة اللي دائما أقولها أنه لا نستمع إلى الآراء الشخصية دائما، يعني نحن نتحدث يعني فلان يتكلم والآخر يتكلم، الآراء الشخصية هي 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 أدلجة لرأي شخص يريد أن يعني ربما يكون على صح ربما يكون خطأ. لدينا المعايير هي الأساس، لدينا المؤشرات نقيس بها، لن نستطيع البناء حسب العواطف، ارفع الرواتب أضف المحفزات، لا يجب أن يكون البناء اقتصادي، البناء سليم، البناء يعتمد على العلم الاجتماع الأساسي والدراسات الاجتماعية. صحيح. وبذلك تكتمل الصورة ويكون البناء سليم إن شاء الله. شكرا لك أستاذ برجس. شكرا جزيلا. مستمعين الكرام، كان معي على مدى ساعة كاملة المهندس برجس البرجس الكاتب الاقتصادي بصحيفة الجزيرة، شكرا لي، وأيضا شكرا لكل اللي تواصلوا معي في حلقة اليوم سواء عبر الاسم اسز أو عبر مشاركاتكم على صفحتنا بتويتر على @@FFM وآت برجس وآت أمين العبدالله A3M4E. وأيضا أكيد الشكر لكل اللي اتصلوا اليوم، كانت المشاركات، نتمنى أن طلعنا بفائدة من حلقتنا لليوم. وأيضا الشكر لزميلتي فهد بوغس من خلف الإخراج والهندسة الصوتية. نطروني بكرة بعلوم وسوالف وحكاوي إدارنا من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا من خلال برنامج يدار، ويتجدد تواصلي معكم بمشيئة الله تعالى مرة ثانية من الساعة 12 إلى الساعة 1 ظهرا من خلال برنامج طاقات بلا حدود. وإن شاء الله بكرة راح يكون معنا المحامي والمستشار القانوني الدكتور طارق حمود الإبراهيم. أتمنى لكم بقية نهار ممتع وسعيد مع بقاتنا البرامجية برامج ألف ألف أف أم. كنت معاكم أمينة العبدالله، فمان الله.